اليوم 25 دائما قرش واحد وهذا قرش لازم نوصل ابو فلة في 30 يوم. فالحين احنا رايحين نشتري كراسة رسم عشان نقدر نبيعها ونطلع فلوس. كيف راح تطلع فلوس من كراسة رسم؟ تعمل مقطع النهاية لا تنسى لك الاشتراك ورابط منصة حسان. خلصناها الحمد لله نص مليون ريال تقريبا، هذه راح نزيد عليها 20 دينار زي ما شفتوا. فالحين نقدر نقول انه يعني وضعنا رجع بالسليم، فطفرنا باقي كم يوم على الرحله ونروح دبي ونوصل القرش ابو فله. فيلا السلام عليكم. تفضل عمك. في عندك كراسه رسم ثاني مره؟ دفتر رسم هذا تمام. بدك شيء ثاني؟ لا بس هذا يعطيك. كم هذا سعره؟ 20 قرش هذا بس. 20 قرش معي ربع خذ يعطيك. شرينا هذه الحين بنروح مول، فبنروح بالباص السريع ومعنا فلوس من اول زي ما تتذكروا، ونروح نرسم الناس ونحاول نطلع فلوس نجمع فلوس نقدر نعيش بدبي. والله شكله حنام بالشارع. هذه المره راح نستخدم هذا القلم عشان نكتب على الورق عشان انه يطلع بشكل احلى، وان الناس رسمه خربطيه حتكون. كلنا عارفين رسمي ليوناردو دافنشي زي ما تشوفوا. شكله هذا الصوت اشحنها بنص. الله وصلنا المحطة الأولى، ندور المحطة الثاني ما أدري وين أروح. زبدة قاعد أدور على الباص أتوقع عند منينة. يقطع أم القهر، يقطع أم القهر. والله أنا جبت أم العيد البركة. والله ما أدري وين رايح فاضي ما أحلم. والله انا مطول عشان اوصل لك طعم القرف. ليش بس انا اعرف انه ايوه شرطه ايوه انا عارف انه في احد يقدر يدخلني هناك ويديني زي ما شفتوا. تذكروا المقطع يا اخي صح؟ تروح الباص بس الحين الباص بطل يجي يعني حظ. بفكر ارجع والله واسحب. لما حط لايك واشتراك فعل جرس التنبيهات ايش قاعد تسوي؟ يعني انا لي ساعه قاعد امشي عشان اروح ابيع لي كم كراسه طلعها لقمة عيش عشان نقدر نسافر عند ابو فله. يا الله يهديك اشياء. يلا اشترك يا حبيبي وحط لايك وشير المقطع كمان، واذا تحبني مره واحده روح سوي لي فولو بالانستغرام تحت، لانه بالانستغرام دائما اسال الناس ايش اسوي بالحلقه الجايه. فاذا انت حاب تكون الناس اللي يختاروا لي وايش اسوي تعال الانستغرام. اخيرا خشينا. قل لي ليش انا جيت العبد ريمول او ايش السبب يعني من قلت تروح تبيع اكثر من مكان؟ جيت عشان سبب واحد الصراحه واحب اوريكم شو. جيت هنا عشان قطعة دفا حقت رغدة الحملة لبنك الملابس. حبيت انه اتبرع وانه نسوي شيء في السلسلة، فهذه الملابس اللي حنروح نحطها. فهذا شكرا رغدة مرة يعطيك العافية، وهذا كان جزء من السلسلة يعني حبيت انه احطه. وخلينا نكمل السلسلة من قرش واحد الى ابو فلة في 30 يوم ونحط الملابس. شكرا. طبعا الملابس الحين من وقت الفلوس لازم نطلع فلوس. بسم الله. السلام عليكم. عندكم مشكلة تكون بمقطع يوتيوب؟ لا يعطيك السلام عليكم. عندكم مشكلة تكون بمقطع يوتيوب؟ لا ما عندكم يعني عادي؟ هو التفريغ ما في ناس يقول لي ايش رد عليك ابو فله زي كذا. ابو فله ما رد تمام انه لسه ما اعطاني اوكي او ما كلمني اصلا، بس سوالي التويت التغريده على تغريده سعيد، ويعني انه هذا بس اللي صار فهمتوا. فمن الحين ما اخذت من اوكي هل راح اقابله هل راح اعطيه القرش هل ما لسه الفاضي. فاللي يقدر يعني يضبطنا معاه يكلمنا. شباب قولوا لي كلموني انستغرام. للاسف في ساعه قاعد الفف ما في احد اللي يبغى اسوي لي اياه. وخلينا نجرب كمان. واسمع انا مو زعلان انه مشيت ساعة وكل حاجة، اهم شيء انه تبرعت بالملابس. وهذه عني وعنكم يا شباب يعطيكم العافية كلكم، وان شاء الله نطلع فلوس. السلام عليكم. كيف حالك عمو؟ عندك مشكلة اصور مقطع يوتيوب؟ السلام عليكم. مرحبا. كيف حالك؟ عندكم مشكلة اصور مقطع يوتيوب؟ انا مو اطلعكم بس انا مسوي فكرة ابغى ارسمكم اسوي لكم رسمه وتعطوني مثلا مقابلها اي شيء مثلا اذا عجبتكم اذا ما عندكم مشكله. عادي رسمك ارسمكم 60 ثانيه
دقيقة واحدة الرسمة. وإذا عجبتكم عاد تقدر تاخذوها، إذا ما عجبتكم تاخذوها ببلاش، وإذا عجبتكم تعطون أي مبلغ من عندكم. فهمتوا؟ أوكي؟ طيب بقعد هنا، أخيراً لقينا أحد. أخيراً. طيب يلا نبدأ نرسم. لازم نخبط الرسمة يا شباب، فاعلين فيني خير. يلا. شباب خلصت الرسمة. اسمع والله حاولت، والله حاولت. خلينا نبدأ بالرسمة. إن شاء الله تعجبك. خلصت الرسمة. فايش تتوقع، حلوه مش حلوه؟ كم تعطوها من 10 قبل ما تشوفوها؟ 10 من 10. اه شفتها لسه ما شفتها. برسم مظبوط؟ طيب هذه الرسمه شوف خليني اشرح لكم. هذه انت قاعده هنا، وهذا جوالك والكافي حقك، تمام؟ اوكي. وهذه انت قاعده ومعاك الشنطه، وهنا قاعدة الشنطة لحالها، وهنا المي، وهذه الكافي. هذه الرسمة. وهذه الطاولة. والله حاولت، والله حاولت. هذه الرسمة يا عيال اللي حب يشوفها يعني. شوف والله ابداع ابداع. قعدت خمس دقائق ارسمها. نار الحمد لله بعد تعب وعداء طويل. وسوي لي اشتراك. واللي ما سوي اشتراك سوي اشتراك. ايش قاعد تسوي؟ هم قدموا النص الثاني نرسمهم. بسم الله. السلام عليكم، كيف حالك؟ عندك مشكله صورت مقطع يوتيوب بس ما طلع شكلك. ما راح تاخذ منك وقت طويل يعني، يا دوب 60 ثانيه بالكثير. انت ترسمها يعني؟ ايوه. اوكي، ايش حد يخسر؟ ما حد يخسر شيء. حاضر. عرفت؟ اوكي يلا بسم الله. اخي يلا لقينا اللي بعد اللي بعد. يلا نرسم بسم الله. يلا يلا. يعني الشباب انا رسمته الصراحه، الرسمه متعوب عليها يعني. يشبه. اوكي الحين وصلنا الصورة. ايش تتوقع الصورة؟ حلوة؟ بيض؟ كم قيمة من 10 يعني؟ سبعة؟ مش عارف ليش. طيب بسم الله. هذا الصورة ابداع. هاي ابداع. شوف شوف هذا انت، واللي فوق الطاقية، وهذا شعرك، وهذه على اليمين الطاولة وفيها اغراضك. حلو؟ خلينا امزع لك اياها عشان تاخذها. ليه؟ خلينا نوري معاه. هذه الصورة شباب، شوف والله يعني. دينار الحمد لله كذا يكون. يعني دائما لما تتعب وتشقى راح تاخذ دينار. يعطيك العافية مرة، شكرا. الناس الثانيين نرسمهم. يلا بسم الله. لازم نشتغل. عندكم مشكلة بصور مقطع بس انه ما اطلعكم فيه. اوكي. طيب يلا بسم الله. لقينا الناس الثانية، خلينا نبدا. خلصت الرسمة، طب كم تعطوا الرسمة من 10 قبل ما تشوفوها؟ ايوه انا خمسة. خمسة انت؟ ستة. ستة. طيب واحد اثنين. هذه الرسمة انت اللي ترى راح نطلع. اسمع شوفي، هذه انت وهذه انتو، وهنا ماسكين يد بعض، وهنا قلب اللي بتحبوا بعض وزي كذا اصحاب. هذه الرسمة، هاي ان شاء الله تعجبكم. خليني اعطيكم اياها يعني، لازم تاخذوها. هذه الرسمة شوفوا كيف. هذه لازم تبروا. نبدا الرسمة. يعطيهم العافية، شكرا شكرا مرة. وخلينا نروح ندور ناس ثانية نرسمهم. يلا تصور مقطع بس انه ما طلع وجهك فيه، مو حاب الحين فكرة. اوكي دقيقة. الناس اقول لهم تبغوا اصوركم انه مقابل زي كذا، فخلينا نجرب. كنسل ام الفكرة خلاص، ما نبغى جوالي زي الزق. اصور ايش؟ والله نبكي احسن. مش راح اطول في قاعدة. 60 ثانية الرسمة. 60 ثانية. 60 ثانية، اسرع رسمة من التاريخ. اوكي؟ اوكي يلا بسم الله نرسم. معي 60 ثانية يا شباب. نقل لي التايمر. حتى الورقة وشاف الرسمة. هذه رسمة بدقيقة، والله حاولت. لا. اسمع والله انا مو رسام ولا شيء، بس انا رسمت. هذه الرسمة. هذه الرسمة. بالعكس هاي بدها تدفع لي غرامة يعني. اخذنا شلل شلل على ورق. خلص الورق، يقطع ام القهر. القلم اللي معايا شوف ايش يسوي. شوف شوف خرب كل الاوراق. شوف 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 شوف. اذن نروح نصلي. الصلاه اهم من البيع واهم من كل شيء. اذا ما صليت روح صلي. الصلاه اهم من المقطع. الصلاه اهم شيء بحياتك حبيبي، فروح صلي بعدين ارجع. تمام، راح نروح نصلي بعدين نرجع نبيع. نروح صلاه تقبل الله. بنحن نرسم اخر رسمه لما نخلص الاوراق، بعدين نشوف ايش حنسوي. السلام عليكم، كيف حالكم؟ عندكم مشكله اصور مقطع يوتيوب بس انه ما طلع اشكالكم؟ الصراحه اه
اوكي يعطيك العافيه. حالكم؟ صلوا على النبي قبل كل شيء. بشوف على كم سؤال مره كثير كثير. ما راح تسافر الامارات بعد كم يوم ان شاء الله، وما راح توصل قش لابو فله. والله يعني ما ادري، ما حد كلمني منهم الصراحه، وما ادري متى حوصله، فاستنى احد يكلمني منهم. وحسن زي ما شفت سوالي التويت على التويتر، فنستناهم وان شاء الله نوصله. حرام تضيع 30 يوم على الفاضي اكيد يعني، اتوقع انهم مشغولين او شيء زي كذا. فالله يعينهم ونستناهم الصراحه، لانه بعد كم يوم راح نكون في الامارات ولازم نوصل قرش. يا عيال بكره في مفاجاه بنت لذيذة، انتظرونا بكره، انتظرونا بكره. شوفوا عيال وصلوني نص الطريق، يعطيهم الف عافيه. هذول اشخاص اللي رسمنا لهم، فشكرا لكم على المشاهده، لا تنسوا اللايك والاشتراك، ونشوفكم بكره. وعبكم.